وقف اليمن عاليا حتى شهد لكم العالم مشرقه ومغربه شماله وجنوبه، كل أطياف العالم يشهدون لثورتكم أنها ناجحة. وما جائزة نوبل للسلام إلا أحد أدلة ذلك. ها هي واحدة من مديريات آنس الخمس تأتي في هذا اليوم لتعلن انضمامها وتأييدها ومباركتها وحمايتها لثورة الشباب والشعب السلمية. وما مجيئها في هذا اليوم إلى هذه الساحة المباركة، إلى ساحة العز والشرف والكرامة، إلا لتقول للعالم أن آنس خرجت من جيب النظام وصعدت على رأسه لتطهد أقدامها. آنس لم تعد كما عهد عنها، لم تعد كذلك. كل يوم نرى وفدا بل وفودا ومشايخ وأحرار وضباط وقادة ينضمون إلى هذه الثورة المباركة ليقولوا للعالم أننا لسنا مرتزقة في السبعين، وأننا لسنا عبيدا لأحد، ونريد العدل والحرية والسلام والكرامة للشعب. وصل إخوانكم من آنس مديرية المنار بهذا الزامل الذي يحمل البشرى بنجاح ثورتكم. يا شباب الشعب، يا كل خير، يتبشركم ونحن البشارة. النظام في قد سعنتوه ساير، والنضال حتما بتجنوا ثنارة، من كلمات الشاعر سيف علي محمد البجل. والآن إلى كلمة وجهاء ومشاهد. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. باسمي ونيابة عن إخواني مشايخ وعقال آنس المنار بمديرية المنار والذين وصلوا مؤيدين وموالين شباب التغيير والاتحاد بالركبة الشعبية الواسع من كل محافظات الجمهورية، وبعد أن تبين وتحقق كل ما تقدمه من أسباب النظام من الدعايات والتجر والتضليل والأمنيات الكاذبة، فها هم الآن يتبعون على أنفسهم عهدا ويعلنون استدانتهم من عمية المؤتمر الشعبي العام. قادمين أرواحهم ودمائهم لنصرة هذا الشعب والتخلص من دجل وكذب وتضليل وخداع عفاش وأعواده. هذا ونعاهدكم أيها السائرون والسائلات أن أبناء آنس لم يجعلونا مرور القاطيات والدبابات والأسلحة الثقيلة والخفيفة من وسط آنس مدة المعتصمين والشباب وشباب التغيير. فنعاهدكم مرة ثانية بأننا على درب الصوار عاملون وكل التوجيهات تنفذون، والله من ملائكة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.